اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده ويلا نتصالح. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد قيامه رب المجد يسوع اللي قام واقامنا معاه عشان نعيش بقوه وفرح ونصره على كل التحديات. وبيساعدني في بدايه الحلقه ارحب بضيفي المهندس استدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. احنا متوقعين النهارده يعني اول حلقه لينا بعد القيامه. الحلقه اللي فاتت كانت حلقه مسجله، فاحنا متوقعين النهارده ناخد اسرار من اسرار القيامه لكل حد فينا. امين امين. الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن المولود اعمى، الحلقه اللي هي كانت قبل اسبوع الالام، وصلت لنا كذا رساله بيكلمونا عن قد ايه فرقت معاهم الرساله دي. الحلقه دي رساله كانت بتقول حلقه رائعه: حاشا ان ننسب لله حماقه ولكن اصلاح ما فعله الشر، حول اللعنه الى بركه، لقاء جديد مع المولود أعمى وسر شعوره بالرضا رغم تخلي أقرب الناس ليه. وأول سر ابتسامة الرضا إنه كان حاسس إن السماء راضي عليه. الابتسامة الثانية كان بيتمتع إنه سفير برتبة بصير، فكان يرى الأحداث برؤية جديدة. والابتسامة الثالثة كان يتمتع بعين بسيطة مرتبطة بألفة، فيرى الأمور معاه ويقيمها معاه. ربنا يبارككم. كمان رساله وصلت لنا من مدام ناديه صديقه البرنامج، وباختصار كانت بتقول: ختم معلمنا الفاضل رحله الصوم المقدسه بالحديث عن المولود اعمى والبركات التي تمتع بها بعد ان تم شفائه. واحد، تمتع بالرضا الالهي. اثنين، تم خلق عين بسيطه يرى بها كل الاشياء مع الله لانها صناعه الفخار الاعظم ليرى كل الاشياء من خلاله. ثلاثه، مسحه الروح القدس الذي هيئته ان يكون سفير بصير ليصنع الابتسامة الكبيرة تأتي من العين البسيطة. نشكر ربنا جدا على كل رسالة إيجابية بتوصل لنا من حضراتكم، وبنفكركم أن احنا بنسعد جدا بكل رسائلكم وأسئلتكم اللي ممكن تبعتوها وتتواصلوا معنا بيها عليها من خلال الأرقام اللي تظهر أمام حضراتكم على الشاشة. ودلوقتي نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، وسؤالنا اللي هنبتدي بيه: احيانا في وسط الاحزان، في وسط الضيقات، في وسط المتاعب، في وسط المشاكل، بيبقى اكبر سؤال جوايا: انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده؟ مش ببقى شايف تفسير وتعبان. ازاي يكون في اجابه على هذا السؤال من خلال، وانا متوقع ان حضرتك تكون النهارده بتشاركنا باسرار جديده عن القيامه، هل القيامه ممكن تساعدنا في إجابة هذا السؤال؟ أول إجابة، طبعا مش عارف مين اللي سأل السؤال وإيه ظروفه وإيه وضعه. يعني طبعا قد يكون سأل السؤال ده مثلا في ظروف من الضيقات اللي مش عارف قصده بيها إيه، تكون صناعتها هدا. يعني مثلا أنا في الشغل بتاعي مش واخد بالي من نفسي قوي، مش بروح في مواعيدي، يعني ظروف البيت بتخليني مش منتظم، وبالتالي مثلا حصلت لي مشاكل في الشغل. هنا ما اقدرش اقول انا ذنبي ايه، لانه واضح جدا اني انا يعني ما كنتش مجتهد كفايه وما كنتش منضبط كفايه فحصلت مشاكل. فلو سالت انا ذنبي ايه، انا ذنبي ان انا زرعت غلط وحصدت غلط، ده احتمال. تمام. في حاجات تانيه ما بيبقاليش انا ايد فيها خالص، يعني في حاجات انا زرعتها وحصدتها، في حاجات انا ماليش اي علاقه بيها، بس دي ظروف العالم اللي رئيسه ابليس زي ما شرحنا قبل كده، وموضوع في الشرير. العالم كله تعب، أرض التعب بيسموها أرض الشقاء، وأنا موجود فيها ماليش ذنب هنا، لكن ليا امتياز إن في ضيقات وفي تحديات بتصنع مني إنسان جديد. ده لو أنا بصيت لها أنا ذنبي إيه وصعبت على نفسي زي ما قلنا قبل كده واتضايقت وانكسرت قبل أستفيد من هذه الظروف الصعبة. بينما لو أخدتها إنها تمهيد وفرصة بتحدث عليا وعلى أولاد ربنا، ومش على أولاد ربنا، على العالم أجمع، يعني فيش حد مش في ضيقات. لو الواحد يبص شوية كده ده حقيقة. طيب إزاي الضيقات دي تباركني وتفيدني وتغيرني وتصنع مني إنسان أقوى؟ قوم لما تيجي ضيقات أخرى ما تجدنيش بهذا الوهن والضعف والسقوط أمام التعب. طيب خليني أقول لحضرتك حاجة، إنه أحيانا ببقى حاسس إنه اللي أنا بتعرض له ده أكبر من احتمالي. يعني ليه لازم الضيقه؟ يعني ممكن تيجي ضيقه بس صغيره شويه، يعني انا ببقى شايفه انها كبيره،
أنا احتمالي لحد هنا أكتر من كده. أنا كنت أتوقع إنه الله يشيل عني، مش أنا ليا حماية. سؤال طبعا كبير وعدة جوانب، نبتدي بواحدة واحدة. إن الدقيقة أصعب من حدودي، يمكن الكتاب المقدس وضح لنا إنه لا يدعنا أن نجرب فوق الطاقة، بل يعطي مع التجربة أيضا منفذ. وده موضوع أحتاج إن أنا أفعل إيماني بيه، يعني أنا محتاج دي حقيقة كتابية وده وعد إلهي يحتاج مني الإيمان، عشان باستمرار تبقى التحديات والتجارب بتاعت العدو في حدود ما أستطيع، مش خارج عن استطاعتي. فلو أنا قلت دلوقتي أني حاسس أن الدقيقة أصعب من إمكانياتي، عليها رجع إيمانياتي. لو أنا رافع درجة الإيمان أن الدقيقة لن تخرج عن حدود إمكانياتي، بالله يعطي معها المنفذ، ويبقى في الوقت ده جاز أنا اللي شعر أنها أكتر من إمكانياتي وهي مش زي ما احنا بنقول كده. يعني مثلا لو ابني راجع من مدرسة بيقول لي ماما امتحان النهاردة نار صعب قوي قوي يا ماما، فأنا ليا امتياز أن أصحابه أصحابي، فدردشت معهم فقالوا لا يا طنط قبل الامتحان سهل جدا. كده بانت. فالأمر بيختلف في مدى قياسي لدرجة الدقيقة. ده أول جزء في السؤال. طيب ده بالنسبة لفكرة أنه أكبر من احتمالي. بالظبط. طيب الفكرة الثانية، يعني ليه الدقيقة أصلا؟ يعني أنا بفتكر وإحنا صغيرين كان دايما لما الواحد ابتدى يقرب من ربنا شوية كانت أكتر حاجة بتشجعنا إنه ربنا عنده حاجات كتير قوي أنا محتاج له. أنا محتاج له طبعا للغفران، ومحتاج له عشان خاطر تكون لي علاقة وتكون لي حياة أبدية، وكمان أنا لي امتياز في الحماية، أنا منقوش على كفه. فمنقوش على كفه دي يعني أنا محمي. بالظبط. بس الحماية أنا بفترض أحيانا أنها تبقى بصورة إن الله يمنع الضيقات أنها تحيط بي أو تأثر علي أو تأتي إلي، وده الله ما وعدناش بكده، لكن الله وعدنا إن مع الضيقات اللي هيسمح بيها يكون في منفعة روحية ونقلة روحية وتغيير أنا محتاج له إني أكون أقوى وأثبت وأرسخ في الإيمان. خليني أشارك بأيتين يمكن الدنيا توضح معهم. الآية الأولى في روميا 8:11 بيقولوا إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات، إحدى مفاعيل الروح القدس اسمه روح القيامة. روح القيامة مش مقصود بس القيامة الأخيرة إني هيبقى لي قيامة بعد الموت، لكن القيامة يقول إيه؟ إذا كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم يعني فينا، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه، بروح القيامة الساكن فيكم. الوهن والضعف والموت وفقدان المعنويات وليه يحصل كده وأنا ذنبي إيه في اللي بيحصل والإنسان منكسر ومنحني محتاج لروح القيامة. روح القيامة مش هتلغي الديان بس هتركبني فيها، مش هتوقف الجبال بس هتخليني أقفز فوق الجبال، مش هتمنع الشرور انها تحدث لانها ماليه الارض، والا ربنا يحطني في بوتقه زجاجيه ومعيش في العالم. العالم موضوع في الشرير، بس الله هيعمل ايه بروح القيامه؟ هينططني فوق الضيقه، هيعليني فوق مستواها، هيجعلها تحت اقدامي مش فوق دماغي. طيب معلش، ايه الامتياز اللي ليا وانا ماشي مع الله؟ انه ابقى انا معرض لكل انواع الضيقات وهو يبقى واقف معايا، هو ده الامتياز؟ لا، في امتيازات كثيره. في بعض الضيقات لن يسمح بها الله، وفي بعض الضيقات سيحدد مدى تاثيرها بما يتناسب معي، وفي بعض الضيقات سيرافقني فيها ويصنع مني انسان جديد. مش كله نفس الحكايه، يمكن اتكلمنا قبل كده في اكتر من حلقه ازاي ان الله في حاجات لا يسمح بها، زي ما مثلا ما كان لابان ناوي يأتي بالشر على أبونا يعقوب، ظهر لي في حلم قال له إياك أن تكلم يعقوب بخير أو بشر. فيعقوب بيعاتب لابان اللي هو حماه لأنه كان بيضمر إليه الشر، بيقول لك ولم يسمح لك الرب. في ضيقات الله يتدخل فيها تدخل مباشر ولا يسمح بحدوث، وفي ضيقات يحددها تبقى كبيرة أم يقلل من مدى أثرها بما يتناسب مع ابنه اللي بيحبه، وفي ضيقات بسيطة يسمح بها ويرفقني فيها يصنع مني إنسان جديد، إنسان قوي، إنسان عافي، إنسان له روح القيام مش روح الوهن والضعف والوقوع أمام الضيقات. بس الصورة كده يعني جميلة. نحن في الأول إيه اتكلمنا كانت الدنيا
شويه كنت حاسه انه ايه، طب ايه احنا فين، بس كده احنا وصلنا بالزبط. يعني في ضيقات الله بامانته وبحبه بيدخل وما يسمحش انها تاتي عليا، وفي ضيقات بيحط لها حدود لا تتعداها بحسب ما انا اقدر احتمل، والضيقات اللي هيسمح بيها هكون انا بروح القيامه عارف اعديها، وهنشوف هنعديها ازاي وبرفقته يعني برفقته. لن يتركني اعبر في الضيقه وحيدا زي لما في مره حضرتك، انا اسفه زي ما حضرتك في مره كلمتنا ان مثلا في وقت المرض يا يشفيني يا قوين، مفيش كلام مفيش كلام، انا غير متروك، انا مش للغرق، امين، انا لا الغرق ولا للوقوع ولا للوهن ولا للضعف ولا للاستسلام. تمام. هي آية معروفة بس أنا هبص لها منظور تاني، بيقول قد كلمتكم بهذا رب المجد يسوع في الحديث الأخير مع تلاميذه، وانتوا عارفين ده بيحط زي يكون ركائز فيما بعد ما سيأتي، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في السلام، بالبلدي أو بالبسيط أنا بقول لكم الكلام ده عشان ما يحصلش إن إبليس يوقع بينكم وبيني. إيه يا رب؟ في العالم سيكون لكم ضيق. يا رب إيه دي حاجة تخد؟ ما حبيبي الضيق ده موجود في العالم كله مش ليكم أنتوا بس. يعني لم يتنبأ المسيح على التلاميذ ان سيحدث لهم ضيق غير ضيق العالم، بل بالعكس ده الضيق الذي في العالم قد يكون مركزا في جانب يختص بانك مسيحي، ولكن في الجانب الاخر هو مين على وجه الارض مسيحي ومؤمن غير مؤمن، لا تحاربوا الضيقات والاحداث. طب ما باقي الكلام؟ سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. خليني اشاركك بكلمه ثقوا دي. ثقوا في الترجمة العربية مش دقيقة أوي، هي باللغة اليونانية تعني المعاني الآتية. ثقوا يعني كن سعيدا، كن سعيدا، كن مرتاحا جدا، كن شجاعا. طيب احنا كنا فاهمينها انه دي يعني كلمة تقول اتشجعوا او خلي عندكم ايمان، خلي عندكم ايمان بيا. بالظبط، ما المترجم اخذها من القالب ده، لكن هي الكلمة في اليوناني تعني كن سعيدا، كن مرتاحا جدا، كن شجاعا. طيب سعيدا ومرتاحا وشجاعا، سعيدا ومرتاحا دي اللي ممكن نقف قدامها سنة. يعني الله لما رب المجد يسوع لما قال الجملة دي كان قاصد لكل حد فينا انه يكون سعيد ومرتاح حتى في وسط الضيق. ودي مش حملة عليا، دي عطية متخزنة ليا. عطية متخزنة ليا، فرق كتير. يعني فرق مش كتير. مش انا بقى اللي في وسط الضيق هفرفط عشان اكون سعيد، لا، الله بيكن ليا، محوش ليا، حاطط ليا، مجمع ليا، حاطط في حسابي ان مع كل الضيقات لاني ابنه في ضيقات لن يلغيها، ولكن مبعوت لي في توقيتي الميزه التي تجعلني سعيدا مرتاحا شجاعا في هذه الضيقه. وبنسمع اختبارات كتير، مثلا حد يقول أنا في يوم صحيت الصبح ربنا بيكلمني كذا وبيقول لي كل الحب وكل الاهتمام، كنت نازل طاير من الفرحة وحاسس إن في قوة جوايا، رحت الشغل كان فيه مشكلة كبيرة بس بالروح دي عدتها. هو خد ثقه، يعني كن سعيدا، كن مرتاحا، كن شجاعا قبل ما تحصل الضيقة فعبرها. في عطية مسبقة ليا قبل الضيقة ما تيجي. بالظبط، لا، لأن زمان كنت لما أقرأ الآية دي أستعجب شوية، أقول يا رب في العالم سيكون لينا ضيق، وأنت غلبت العالم، طب أنا اللينك فين؟ فين الوصلة بين الاتنين؟ طب أنا، أنت بتقولي أنا هيبقى في عندي ضيق، طيب يا رب وأنت غلبت، ما كنتش باخد بالي من ثقه أو كنت بفهمها بالمفهوم القديم، أنا مطالب إني أثق، لكن هي مش ثقه بالمفهوم اللي اتكتبت بيه، لكن زي بقول لك كن سعيدا، كن مرتاحا، كن شجاعا. طب ده يا رب برضو تكليف ان انا اعمله؟ قال لا، دي امتيازات انت هتاخدها، ومع كل تحدي لو تفتكري وتراجعي علاقتك بالله تقولي الله كان محوش لك وموضب لك ومجهز لك، كن سعيدا، كن مرتاحا، كن شجاعا. طيب معلش يعني خليني حتى اخد المثل اللي حضرتك اتكلمت عنه، انه مثلا حد في الصبح وهو قاعد في مخدعه قدام الله ولقى كده سكيب من الحب وسكيب من الراحه ونزل لقى المشكله، هل ده معناه انه انا ممكن حد ياخد وحد ما ياخدش فيواجه لوحده؟ برضه عشان اقول كلام عملي، طب انا لما اقابلش ربنا وابعد عنه وما كنش في لينك ازاي هحصل على ليا؟ يعني انت حضرتك مثلا اسامه كان مسافر بره وراح بعت لك فلوس مثلا في البريد او في البنك،
بقول لك ايناس انت ليكي فلوس كذا روحي استلميها، ما روحتيش. ليا دور طبعا يعني، بس عشان اكون امين احيانا الله من امانته ومن حبه ومن طيبه قلبه في اوقات وانت ماشيه كده في الشارع تلاقي موجه سلام وفرح وقلبك متهلل وفرحان واخده قوه خاصه لتحدي خاص. بس مش كل ما ربنا يبعت لنا فرح نتشائم ونقول ده جايز يبقى بدايه تحديات او كده. امين. فده بعد مهم لازم اخد بالي منه. في رسالة بطرس بيقول كده في 5-9: فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجري على أخواتكم الذين في العالم. في فكرة تانية مترسخة في الذهن، أنا عشان ابن ربنا في العالم هيكون ضيق. لا، الحقيقة الكل عنده ضيقات. لا، محدش بيقول دي الناس كلها مبسوطة. لا، من الناس بتقول بس كده يمكن بعضها ما بيحبش يظهر تعبه أو يظهر ظروفه الصعبة. لكن حقيقة الأمر الكتاب كشف أن العالم موضوع في الشرير، رئيس هذا العالم هو إبليس. إذن هيدلع ولاده يعني؟ هم بيحاربنا احنا ومش بيحارب ولاده، هو شره على الكل. هو صحيح بيكره أبناء الله أكتر، لكن هو شراني مع الكل يعني. بشوف إنسان شرير قوي قوي حتى مع أتباعه بيكون شرير. فدي فكرة لازم ناخد بالنا منها. يعني الديئات هي لأنها مرتبطة بالعالم، مرتبطة بطبيعة العالم، مرتبطة برئيس هذا العالم، فهي موجودة على الكل. بالظبط. وانا احنا مش هسال بقى تاني نفس السؤال، احنا لينا معامله خاصه مع الضيقات احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه. تمام. عايز بس اشير لفكره جديده في موضوع القيامه هتخدم على الموضوع بتاعنا. مفارقه غريبه يعني. التلاميذ بعد قيامه رب المجد يسوع، هل كانوا مصدقين ان رب المجد يسوع هيقوم بالاموات، او لما قام صدقوا انه قام من الاموات؟ أغلبهم كان متشكك. أغلبهم كان بينكر الموضوع. وما صدقوش. أنا بفتكر دلوقتي مع حضرتك المريمات لما راحوا ما صدقوهمش، يقول لك بدأ كلامهم ليهم كأنه هزيان. فاهمة ازاي يعني؟ كانوا بيخطرفوا تلميذي عمواس، يقول لك بل كان في نساء مننا قد حيرننا ايه انه لقوا القبر فارغ. طب عايز اسألك، كم مرة المسيح قال للتلاميذ ان ابن الانسان سيصلب وهيقعد 3 أيام ويقوم؟ عدة مرة. قال لهم كذا مرة وبوضوح. نسيوا كل ده ولم يتذكروا في فكرة القيامة من الاموات. ولما جت مش بس ما كانوش مصدقينها، ما كانوش مرحبين بها كفكر. لم يتذكر التلاميذ ولا قديس بطرس ولا قديس يوحنا ولا كل القديسين العظماء دول ان في فكرة اساسية ان في قيامة اصلا. تخيلي. طيب العجب بقى، مين اللي افتكر ان المسيح قال انه هيقوم وحضر نفسه كده؟ رؤساء الكهنة. خليني اقرا لك الآية. رؤساء الكهنة. خليني اقرا. بيقول لك في متى 27 قائلين بيكلموا بيلاطس: يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل، بيتكلم عن رب المجد يسوع عليه المجد والكرامه، قال وهو حي اني بعد 3 أيام اقوم. بص بقى الكونتراست، التلاميذ لم يتذكروا، مريمات لم يتذكروا، بل الملاك هو اللي ذكرهم لما قابلهم قال افتكروا ده كان قال لكم بعد 3 أيام ما يقوم. كل ده اتمسح بقدره قادر من اذهان التلاميذ والمريمات والقديسين وكل اللي بيتبعوا رب المجد يسوع. لازم تساليني ليه. طب ثواني، يعني هم ما ركزوش، ما افتكروش بعد الصلب ان هو قال كده؟ رؤساء الكهنه هم اللي افتكروا. رؤساء الكهنه ده في دليلين، دليل الايه بتاعت متى ودليل احنا في القداس. اقرا لك في القداس بنقول ايه: حرسوا قبرك وخافوك لانك بالحقيقه مخوف جدا على كل الالهه، قمت يا مخلصي بالجبروت، كسرت شوكه الجحيم عني. يبقى الاول ايه؟ حرسوا قبرك وخافوك. ده مش على التلاميذ. ده على الرؤساء. طب ما هم ليه عملوا حراسه القبر وليه ختموه؟ طيب هي دي حاجه جديده يعني. يعني المفارقه دي جديده الحقيقه. باشمهندس يمكن اغلبنا فاكرين انه التلاميذ ما كانوش مصدقين ولما يفهموا هذا القول وكل الكلام ده، لكن انه فعلا رؤساء الكهنه هم اللي يبقوا فاكرين انه رب المجد يسوع قال ان هو هيقوم والتلاميذ ما يكونش ده اللي في بالهم ولا افتكروه. يعني شيء غريب جدا ومحير جدا، وانه لما يحصل ويقولوا لهم عليه يعني برضه المفروض استعيد الفكر. يعني انا ناسي حاجه. كويس انت قلتي لي على موضوع ونسيته، وبعدين حصل. ده انا كنت ناسي. حتى لما قالوا لهم ما استجرعوش الفكره.
يعني حتى كلام المريمات لم يعيد لهم الفكرة، حتى القبر الفارغ لم يعيد لهم الفكرة، حتى الأحداث كلها لم تعيد لهم. شيء محير جدا ويدعو للسؤال ليه حصل كده. تمام، أنا عايزة أسمع، متشوقة جدا أسمع من حضرتك ليه حصل كده. بس معنا اتصال، معنا مدام نادية من اسكندرية. ألو ألو ألو، أهلا يا مدام نادية. اهلا، ازيك يا دكتوره ايناس؟ الحمد لله. مساء الخير. اهلا وسهلا. انا حبيت اعمل مداخله بدري شويه علشان ما اقطعش كلامكم الجميل. ربنا يخليك. عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طيب. وانت طيبه. وكل ايامه وانتم طيبين وايامه جديده لحياتكم وكده نجاح فوق نجاح من برنامج الجميل بتاعنا. امين امين يا مدام ناديه، متشكرين جدا، شكرا على المعايير اللطيفه. تعيش يا حبيبتي، ربنا يبارككم وكل سنة وانتم طيبين يا حبيبتي وتتعاونا. وانت بألف صحة. شكرا جزيلا ليكم يا حبيبتي. شكرا يا مدام. شكرا. تحياتي لكل فريق البرنامج. حاضر. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا مدام نادية، شكرا على اتصالك. شكرا. ليه؟ ده سؤال لازم كل واحد فينا يسأل نفسه. هل في خطة شريرة ان وانا وسط الضيقات لا أتذكر أن خلف كل ضيقة قيامة؟ هل ما زال يتكرر نفس العمل الشيطاني اللي أثر حتى على التلاميذ، طبعا ده قبل حلول الروح القدس، بأنه مسح من ذهنهم تماما فكرة وواقع وكلام رب المجد يسوع صريح، يعني مرقس 10:43 فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم، لوقا 18:33 ويجلدونه ويغلطونه وفي اليوم الثالث يقوم. كلام ما كانش موارب. أيوة. وكان مسلسل، يعني اول مثلا ما يجلدونه نفتكر بقى يقتلونه. أيوة. طب ده حصل تفاصيل. يبقى باقي ايه؟ باقي القيامه ابدا، يعني فاهم ازاي؟ ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث ابدا، وكان الفكره انزاحت من ذهنهم. يعني حتى الملاك لما زار المريمات يقول له قائلا انه ينبغي، افتكروا كان بيفكروا، ينبغي ان يسلم ابن الانسان، انتم مش فاكرين، الى ايدي الناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ده بعد القيامه وبعد ما الملاك جه وزي ما بيبصمهم، فتذكرنا كلامه. طب هو كلامه راح فين؟ توجد خطه شريره ما زالت تدبر حتى اليوم، خطه اني انسى ان خلف كل ليل فجر وخلف كل موت قيامه وخلف كل تعب وضيقه مجد ورفعه. رغم جايز ما جاتليش نبوات، لكن جاتلي احداث سابقه تؤكد هذا. مرات كثيره ادخل في ضيقات واطلع بمجد، ادخل في تحديات واطلع منتصر، ولكن تيجي التحديات تتكرر وكان التاريخ اتمسح من ذهني خالص. ويقعدوا مثلا زوجين، مثلا الزوجه تقول له فاكر يا فلان، اما يكون يعني الزوج متاثر، ما احنا من مده 3 أشهر اتزنقنا الزنقه دي وربنا اتمجد فيها. لا سلام، زي ما يكوني بتفكريني بحاجه اتمسحت من دماغي. طب ما الكلام ده اتكرر عده مرات والرب تدخل فائق، الزوجة بتذكره أو الزوج بيذكرها وبيعيد لها إيمانها. طب هو إيه اللي مسح الكلام ده؟ توجد خطة شريرة لطمس معالم القيامة في أذهن وفي ذاكرة أبناء الله، فلا يتوقعوها ولا ينتصروا على الظلام بقوة القيامة، وتظل الأيام كئيبة زي ما الأخت كانت بتسأل في السؤال ومريرة وتحيط بعلامات الاستفهام. ليه كده؟ ليه كده؟ ما هو بعد الموت هيبقى فيه قيامة، ما هو بعد الموت هيبقى فيه مجد، ما هو من غير موت ما كانش يبقى فيه قيامة. كل الأمور دي في خطة شريرة ما زالت بتحدث حتى الآن، وهو حجب قيمة القيامة، مش بس قيامة رب المجد يسوع بقى في حياتنا قبل حدوث وبعد ما تحصل. الحمد لله ربنا تمجد. طب قبل كده كنت في حالة زي الزفت. ليه؟ يعني ما كنتش متوقع ولا متذكر ولا بيتوارد على ذهني القيامة اللي هتتبع هذا القبر الفارغ. هو اللي حضرتك بتتكلم فيه انا حاسه انه في الواقع بتاع كتير مننا ممكن يكون بيحصل. طبعا احنا مش قادر ننكر انه احيانا بعدي في دقيقه والله فعلا بيعديني وبينجدني وبينقذني، وبعد كده ممكن اتحط في دقيقه تانية فاتعب وانسى. طيب يعني ده بيبقى عمل من اعمال العدو بالظبط.
عمل شيطاني، ان انا انسى ان ربنا نجاني قبل كده فيبقى يتسرق مني ايماني انه الله هينجيني تاني، يقدر ينجيني تاني. برافو، هي دي الفكره اللي انا عايز ااكد عليها، ان عدم تذكر القيامه في حياتنا بقى اليوميه بيحجب الامل والرجاء والايمان والرؤيه. ابني تعبان وظروفه كذا وبيمر بظروف كذا، طب ما هو ربنا تدخل كذا مره قبل، ببقى ميت لغايه مثلا يكون عيان ويقوم، طب ما الرب انقذه على ايمان قبل كده مرات عديده، كل ده كانه بيتمسح. توجد خطه، انا بقولها المره الثالثه، توجد خطه شيطانيه لمسح وعدم تذكر قيامه رب المجد يسوع الفعاله في حياتنا في مواقف سابقه كثيره واحيانا في وعود مستقبليه، وتقول رب بياكد لك ما تخافيش انا معاكي ايدي في ايدك، وبعدين انسى الكلام اللي قاله ربنا وارجع تاني لموال الضغط اللي بمر بيه. خليني اقول حاجتين استاذن حضرتك. اول حاجه انه واضح من كلام حضرتك كده انه قوه كبيره هتجيني او حاجه خطوه كبيره قوي هتساعدني ان انا اعدي وقت الضيق. لو صاحبه السؤال، لو كتير اعتقد فينا بنعدي بحاجه مشابهه، فحاجه هتساعدني اني اعدي هو ايماني وثقتي انه الله هيعديني، انه في قيامه بعد الموت، انه بالزبط. في نصره بعد الضيقه. هي دي بقى روح الذي اقام يسوع اللي بتكلم عليها دلوقتي، روح القيامه دي بترافق حياتي، ليك وقفه، ليك انقاذ، ده وانا لسه في الموقف، ليك نصره، ليك قوه، ليك نجاح، ليك حل، ليك بكره، ليك نور. بس ده وقت ايه؟ ده وقت احداث، يعني اغلبنا بعد ما تتحل المشكله بيتحدث بمعنويات مرتفعه. بس اثناء المشكله بيبقى الوضع مختلف. تمام. طيب، ولانه ده سر من اسرار النصره فالعدو رصده. بالظبط. فبيحاول ينسيني. ايوه. طيب، ما انساش ازاي بقى؟ اهم نقطه زي ما قلنا قبل كده عده مرات، ان يبقى عندي دولاب الذكريات ودولاب الوعود ودولاب الشيء اللي تحقق. اذكر يا اسرائيل اجاده الرب معك. طالما بيلعب في ذاكرتي هتحداوني هكتب، طالما بينسيني هكتب في موبايلي، في اللابتوب، في ورقه وقلم، في اجندتي، في اي مكان، لان هذا التذكر بيعدني قوه القيامه وما فعل، وده بيخلي روح القيامه اللي بنقول عليه ناضح في حياتي. خليني اقول الاختبار. قالت واحده من الخادمات، تقول انا زمان كنت برمي اللوم على ربنا في كل حاجه، تقريبا نفس القصه، يعني في وقت ما كانش معانا فلوس في البيت وفجأة راكبين العربية وقفت مننا وعطلت، رميت فيها اللوم على ربنا جامد، قلت له يا رب انت مش عارف ان ما عندناش فلوس، يعني مش وقته ان العربية تعطل. بس خلي بالك، وكأن ربنا سبحانه وتعالى ليه المجد نزل بوظ العربية وطلع، العربية عطلت عشان ده ظروفها، قطع غيار باظت، وقعت في مطب. هنرجع بس انت بترجعي وتشوفي الصورة وحشة قوي، ان ربنا قاعد في السماء راح نازل حط صباعه كده خرب العربية وما كانش واخد باله ان ابنه معهوش فلوس. مش ممكن ده يبقى ربنا؟ هو ما خربش العربية، بس هو كان ممكن يعمل حاجة عشان ما تخربش. ايوه، احنا كده بنحمل الله حاجات ما وعدش بيها. ما ينفعش نقول لربنا انت كان مفروض تعمل حاجات هو ما وعدش فيها. الله ما وعدنيش ان انا مثلا اهمل العربيه ولما حاجه تطول تبوظ فيها ازعل. الله ما وعدنيش ابدا، بس خليني اقول فكرتي على بعض، ان ما تحصلش تحديات في الحياه، لان ده مش هو صناعته، ده صناعه ابليس اللي انا كانسان يوم من الايام اديته السلطان واديته الاحقيه في ادم جدي انه يتملك على الارض. فده مش مسؤوليه الله على الاطلاق. ايه دور الله بقى؟ يساعدني في هذا الامر، يتدخل، مش انه يمنع حدوثه زي ما انا بفترض انه المفروض يعمله. ما انا ساعات بتبقى في احداث معينه بحس مثلا ان فيها الله تدخل بشكل معجزي، مثلا كانت العربيه هتتخبط مثلا ما اتخبطتش، فقول يا رب اشكرك، ده ربنا حماني، فابقى متوقع انه طب ما انت حميتني مره اهو، طب ما هو طب ليه العربيه اتخبطت النهارده؟ ما امبارح انا كنت ماشيه وكنت هخبط العربيه ما اتخبطتش. شكرتك، قلت لك اشكرك النهارده، طب ليه تتخبط؟ انت شكرتي ربنا بس ما عرفتوش، انت شكرتي ربنا على العطيه بس ما عرفتيش صاحبها، انت طيب؟ كل اللي عايزاه من ربنا عطايا بس. لكن لو فهمتي ربنا ان هو بيتدخل زي ما قلنا في حاجات بيمنحها زي ما انت قلتي، وفي حاجات بيحجمها، وفي حاجات بيسمح بيها لانها ستحدث، ولكن يحولها لخير بمعيته الصادقه معايا، كنت عرفتي تعاملاته. انت خدتي لقطه عجبتك متاسف، لا انا فعلا عجبتك وفرضتيها على ربنا،
وانت مفروض تعمل كده، وانت بدام حميتني مرة تحميني كل المرات، وانت بدام قلت اللبان ما يعملش كده هتوقف كل الناس تقولهم ما يعملوش كده. انت مش عارفة الشخص اللي بتعبديه، انت واخدة من خيره ومش عايزة تفكري انك تعرفيه، ولما تعرفيه تعرفي برضو انه خيرك فعلا معاه، بس بطريقة اشمل واوسع وافضل من اللي انت فهماه، بدون تحديات وبدون صعوبات لا هتتقوي ولا هتكبري ولا هتتغيري ولا حياتك هتتقدم لقدام. فخلينا نكون في الأيام دي بنقول إيه؟ نريد أن نعرف الرب، نريد أن نفهم الرب. خليني أكمل. فضل. فضل. بتقول إيه؟ وبعدين سمعت خدمات وبرامج كتير إن الله مش مسؤول على الأمور الوحشة اللي بتحصل، الله لغير مجرب بالشرور. بدأت الدنيا تنور عندي، بصي أنا مبسوط جدا بالكلام اللي بتقول، وبديت أراجع تصرفاتي، مش عمال أسمع واخد معلومات، وسمعنا خدمة حلوة قوي وسمعنا موضوع كويس قوي، الحلقة دي اللي فاتت كانت جميلة جدا، طب أنا خدت منها إيه بعيد عن حياتي؟ عرفت معلومة وما أطبقتهاش. اللي مبسوط منه أنا إيه؟ إن بدأت الدنيا تنور عندي وبقيت أراجع تصرفاتي. وبعدين وإن تصرفاتي هي السبب، يعني في القصة دي أنا أعرف الشخصية دي، ولكن في شيء من إهمال للسيارة، يعني عربية مثلا حاجة بتخبط وأنا بهم، وبعدين تروح إيه إن التصرفات هي السبب في الأمور اللي بتحصل. قدمت توبة وبديت أشوف الأمور بعين جديدة. أنا أقول نفس الكلام بقرأه كما هو، إن لما البيت يبقى مفهوش فلوس بقيت أدخل وأصلي وأتشدد بربنا وأشكره وأفتكر انه ما سابنيش في عز احتياجاتي. بصي اللي انا عايز اركز عليها بقى، افتكر اهدي تذكر القيامة، افتكر انه ما سابنيش في عز احتياجاتي، وبعلن ايماني وبشكره وبكل ثقة انه هيبعت لي، وفعلا احتياجاتي بتتسدد. عايز اقول لكم انا فاكرة لما كنت بتزمر على ربنا على طول كنت محتاجة فلوس وبستلف، ولما شفت الله بعين جديدة وبدأت اشكره واتشدد بيه بالامانة دلوقتي عايشة في خيره، عايشه في خير. بصي الصورتين ده كلام كتابي، يعني انا لا استند على الاختبارات ولكن اوضح بيها، ده كلام كتابي. لما الكتاب قال كده فمن رب في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا يبقى ايه؟ كن مرتاحا. أيوة. كن سعيدا. وكن شجاعا. الله، هو ده الكارج والقوه والفرحه. الفرحة قوة على فكرة جامدة قوي. أيوة. عشان كده إبليس بيحاول يغيب القيامة عن ذهني، يحزني، يتعسني، ينكدني، زي المريمات في الأول لما نسيوا كل اللي قاله كان في بكاء وحزن شديد، وكانوا في وقت صعب قوي، وكأن بقولك يعني سبحان الله ولا حد كده وقف كده يا جماعة انتوا نسيتوا. أيوة. ولا واحد، مع ان الكلام ده قاله على الملأ ومكتوب في الأناجيل، يعني كان very popular، ما كانش حاجة خاصة، معروف جدا. أيوة. طب ال 12، طب القديس بطرس، طب القديس يوحنا اللي كان في أحضان المسيح، حتى القديس يوحنا لما قالوا له على القيامة جري وباص ورجع. يقولك كانوا متحيرين. متحيرين ايه يا جماعة؟ بس في خطة شريرة العدو بيصنعها دائما ويكررها، وفي حتى في ناس كتير تحاول تنكر القيامة حتى في الشكل اللاهوتي أو الشكل الروحي. ليه؟ لأن فكرة القيامة مش قيامة المجد، رب المجد يسوع هو قنوم الابن عايش وهيعيش، والقيامة والموت لا يمكن أن يؤثر حتى على الجزء الناسوتي بتاعه. أيوة. فده أمر يعني إيه، مش حدث غريب أو يا سلام ده حاجة غريبة، لا ده شيء طبيعي. بس القيامة في حياتنا، في حياة ولادي، في حياة الناس اللي أنا معاهم، بشوف بنتي حالها كده، هل عندي روح القيامة ولا بتقع وروح واقع وراها؟ ابني عنده ظروف معينة وتستمر، هل بتوهن وأضعف واتكسر واللي بشوفه بعناية خدني ده؟ عندي وعود وعندي أحداث سابقة وأذكر قيامة الرب يسوع في حياتي في مواقف متعددة، أنا فين؟ لا خلي بالك، خلي بالك من فضلك أن في خطة شريرة تقصد بجدا أنها تشيل الحتة دي. أختي أتذكرت وبقيت أتذكر، طب أنا عايز أعمل إيه دلوقتي؟ محتاج أني أكتب وأذكر وأسترجع وأفتكر، والكلام ده أقراه من حين لآخر، مش لازم لما تحصل ديئات يعني. أيوة. أيوة. من حين لآخر بقرأ وأتذكر تعاملات الله مع السابقة، وأتذكر أفتكر وعوده في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا يعني تشجعوا. أيوة. امتلئوا بالفرح، امتلئوا بالراحة، أنا معاكم في نصرة جديدة. أمين. يعني أول خطوة لو إحنا هنقول إزاي هنعدي بقى بنصرة،
فيبقى اول خطوه اني بقفل على ابليس الباب اللي هو بيستنزف فيه قوتي في اني اواجه الصعب، اني اواجه الضيقه بانه لا انا مش هكون الشخص اللي بينسى، انا هكون دايما اللي بفتكر اجاده الرب معايا. بالظبط. وانا فاهم ان الضيقات بتصنع بقى حاجه مهمه جدا 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 في روح القيامه اللي هنقوله بقى دلوقتي، ده يمكن الجزء المهم الثاني، ان في وسط الضيقات يتم صنع رجال وسيدات الله. في وسط الضيقات يعني لو قلنا مثلا وسيدات الله، يعني لو قلنا مثلا يوسف، يوسف بيتهيألي كان ممكن يقول الكلام اللي قالته اخت نادي من اول ما يبقى معاه حق الحقيقه، ابن العز واخواته يرموه في البير زي ما قلنا ويقعدوا ياكلوا فوق وكانه هو يعني هيتقتل، وبعد شويه تيجي خطه مخففه بدل ما يسيبوه يموت في البير، وزي ما قلنا في خطه انقاذ راؤوبين وفي خطه انقاذ يهوذا انه يتباع، وفجاه لنفسه بيتضرب وسلاسل في ايده وبيكوب النار ويتضرب على دماغه ويتلطش ويجري، ومستقبل مظلم بلا مستقبل بلا بكره بلا شيء. طب هو عمل ايه؟ طب هو عمل ايه عشان يحصل؟ حلم؟ انا يعني في كل ده عشان الراجل حلم، ولد صغير عنده 17 سنه حلم، جريمته انه حلم، عمل ايه عشان يحصل له كل ده؟ شر اخواته واذيه اللي مر بيها في بيت فرعون وحتى شر مرات فرعون وحتى السجن، دول الابطال اللي صنعوا في يوسف انه رجل. الكتاب بيقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، مش هتكلم على ناجحا، هتكلم على رجلا. ولد عنده 17 سنه توجد فيه هذه الرجوله انه لما يقف قصاد الخطيه يقول لك فابى وقال لها كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الرب. في ظروف ضغطه جدا عليه. دي الرجوله الروحيه اللي بتكلم عليها النهارده. ازاي القيامه تكسبني هذه الرجوله الروحيه في مواجهه الصعوبات، مش ليه كده يا رب وليه حصل لي كذا وانا ذنبي ايه في اللي بيجرى لي. التوهم ده والضعف ده هو اللي بيخلي الضيقات تيجي عليا اكتر. بينما لو انتفض بروح القيامه قول ان بعد كل ليل في صبح وفي فجر، وده اللي كان جوه يوسف. عشان كده بيقول الكتاب المقدس وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، مش كان ناجحا، شاب صغير يعني، هو كان في بيت فرعون في بيت فوطيفار. اول مره ناخد بالنا جايز كنا قبل كده، انا هتكلم عن نفسي يعني، فكان رجلا ناجحا يعني رجلا ده يعني زي يعني تعبير عن ان هو رجل، لكن حضرتك بتتكلم على معنى جديد. بالظبط. والمعنى ده يعني بعض الشراح بيقولوا هو ايه اللي خلى زوجة فوطيفار تنجذب لعبد، دي مرات وزير الداخلية، يوم ما تفكر تفكر حد من الأسياد، حد من الكبراء، حد من النبلاء، حد في مستواها الاجتماعي، هتخطأ خلاص، إنسانة مش كويسة وإنسانة شرير، تفكر في عبد وضيع بيغسل الجزم وبيغسل الرجلين وبيغسل التواليتات. العبد اول ما كان يدخل عندهم وظيفته كده ينظف التواليتات ويغسل الرجلين، ده اللي تبص له. بيقولوا عده عوامل يعني، بس هقول عاملين منهم. لم يكن جمال يوسف هو الشيء المطلق، مع انه كان جميل، والكتاب بيحكي كده ابن راحيل فاتنه الجمال، وابن يعقوب ابن رفقه، وابن ساره يعني كل ذكر، وهو ذكر عنه انه كان حسن الصوره حسن، وده جانب. بس رجولته في سن صغير جذبت هذه الامرأة، صحيح جذب خاطئ وجذب شرير، بس فعلا لما تسمعي الردود اللي قالها راجل، أقرأ لك بعض الردود يعني تقفي كده مذهولة قصاد الكلام اللي عمال يقوله، وبيقوله بإيه؟ بيقوله بمنتهى القوة، فأبى. إيه ده؟ ويقول لك وإذ كلمته يوما فيوما إنه لم يسمع لها، كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ ده سيدي مديني كل ما في بيته، سيدي بيثق فيا، إزاي أخون الأمانة؟ إيه ده؟ انت عندك كم سنه عشان تفهم الامانه وتفهم الاخلاص وتفهم الوقفه الكبيره؟ ده اخوك الكبير الاصحاح اللي فات عرنا كلنا، طبعا متاسف اني اقول كده، يهوذا اللي هو تاني واحد من اخوات يعقوب، يشوف زوجة ابنه ما يعرفهاش طبعا، كانت متغطيه وظن انها زانيه، يقول لها هاتي لادخل عليكي، وده يقول فابى وقال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم. مين الراجل؟ انا اسف اقصد رجوله روحيه، مش قصدي يعني فهم. مين الراجل الروحي دلوقتي اللي احنا شايف ده؟ اصحاحين فرق، وده كان في عز وكان جزاز الغنم وكان يعني ولا في سجن ولا في. طب يعني حضرتك وانت بتتكلم عن الرجوله الروحيه دي بتتكلم على شخص قوي، او بتكلم رجل او امراه، مش بتكلم عن رجل، انا فاهمه، بس انا بتكلم على مفهوم قوه
قوة أنا ممكن أكون بتمناها وحاسس إنها مش متحققة قد كده في حياتي. وده اللي نقدر ناخده من مفاهيم القيامة اللي بيقولوا الروح من أقام يسوع. ده الروح اللي كان موجود بيرافق يوسف. بيقول لك إنه أغصان كانت اجتمعت عليه، روعته أرباب السهام واضطهدته، ولكن ثبت بمتانة قوسه. إيه اللي كان في جواك؟ قال لي كان عندي روح القيامة. إيه؟ في رجولة روحية. والرجولة دي إيه اللي خليته في سن 30 سنة ياخد مسؤولية إنه يبقى رئيس وزراء؟ 30 سنة زمان ده كان مش غلام، ده كان طفل. خلي بالك في سن 17 لو نقرأ قبل كده بكم في أصحاح مثلا أو قبل كده، يقول لك وكان يوسف غلاما عند بني بلهة وبني زلفة. غلام، هل الغلام فجأة بقى رجل؟ لا، مش السنين والأيام اللي صنعت الرجولة، لكن شر إخواته مع وقفة يوسف مع يد الله القديرة هي اللي صنعت الرجولة. ثلاث عوامل حضرتك اتكلمت عن ثلاث عوامل بالزبط. في شر الظروف، وقفة يوسف، ويد الله القديرة. اختيار يوسف ان الظروف دي تصنع منه صلبا قويا راسخا رجلا، وقوة المعونة الإلهية، ولكن لا ننسى دور الضغط بتاع أخواته وشره. إذن الضيقات أهي، ما ده اللي بيقوله القديس يعقوب، احسبوه كل فرح يا إخوتي. خلي بالك إيه؟ كل فرح، يعني كل أنواع الفرح. حينما تقعون في تجارب كثيرة ومتنوعة. لا 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 لا، ليه؟ أصل ده هيصنع فيكم صبر، والصبر دي علامة من علامات القوة بتاعت الرجولة الروحية. إذن الفضل، وإن كان يعني متأسف إني مش قصدي كده، الفضل الكبير للأحداث والضيقات اللي صنعها إخواته. يعني تعالي نعمل سيناريو تاني، ماشي؟ لم يحدث من إخواته كده، يوسف في بيت بابا بياخده في أحضانه ابن رحيل المدلل القميص الملون. قد يكون يوسف ناجحا، ولكن لن يكون رجلا ناجحا. لا، الصلابة دي أعتقد كانت هتبقى صعب إنها تحصل بدون من غير ظروف صعبة. إذن الضيقات لها بركة مش قليلة وعظيمة، بس محتاجة أني أختار أن الضيقات تصنع مني إنسان صلبا راسخا وثقا قويا، مش أولول وأعيط وألطم وأحزن وأنهار. ما ينفعش أبقى المؤمن المنهار، ما ينفعش أبقى المؤمن اللي باستمرار بقع، ما ينفعش أبقى كده ليا ولولادي كمان، مش كده سواء رجل أو امرأة. لان انا اشوف ماما ثابته، لان اشوف بابا ثابت. ليه؟ لان ده كمان هينعكس عليا انا في حياتي وفي تقبلي للضغوط بتاعه الحياه اللي سوف تكون. طيب خليني اراجع مع حضرتك كام حاجه. طبعا انا واقف قدام كام كلمه حضرتك قلت اختيار يوسف، اختياره او نقدر نقول قراره انه الظروف دي تكون بتصنع منه رجل بالظبط، وهو في معية الله، وشفناها بقولك بنظرة مبهرة. يعني طيب، أنا بس الوقت مضغوط عندي، بس نفسي نستمتع، وإحنا ياريت نقرأ الأصحاحات دي مرة تاني. أيوة، ونستمتع. شاب صغير كان في بيت فوتفار من 17 لكام سنة، مش دي اللي عملت فيه كده؟ الله، إيه الرجولة المبكرة دي؟ إيه الثبات ده؟ إيه الموقف اللي فيه إباء فأبى؟ مش قال لها لا معلش، طب مش مناسب، ليس حسنا هذا الأمر، طب أجليه بعدين. الإجابة كانت في منتهى الرجولة في شاب صغير قوي قوي، شيء يعني يخلوا حتى طب أنا عاوز كده يا رب، طب أنا نفسي في كده يا رب، ده أنا ظروف في الشغل، طب امضي، طب اعمل، ببقى مش قادر أقول لا، مش قادر أنطق فأبدي. بتبقى حاجات أقل من كده، بتهز وأقبل وأنحني وأرض. لا يا رب، أنا عايز مفعيل القيام، أنا عايز روح من أقام يسوع، أنا عايز رب يبقى جوايا رجلا حقيقيا، سواء رجل أو امرأة، رجولة روحية وثبات روحي. يا رب أنا مش هقبل أعيش الشخص المتوهن الضعيف اللي اتكلمنا عليه ده أبدا. لكن أنا شايف في صورة يوسف وكل رجال الله صورة جميلة ممدوحة، أتمناها تعيش في حياتي حتى من غير ما حد يشوفها. يكفي أني في داخل قلبي أحياء. أمين. طيب يعني احنا بنتفق دلوقتي، مش هنرجع نقول بقى السؤال بتاع زمان ان هو ما كانش ينفع ابقى رجل وابقى صلب من غير ضيقات، احنا مش هنسأل. لا ما كانش ينفع، لا اسأليه عشان اجاوب كلك ما كانش ينفع. وانا قلت من شويه، قلنا الاحلام ومحبة يعقوب تصنع منه ناجحا، لكن من دون شر اخواته لن تصنع منه رجل. خلاص، اذا ما ينفعش بدون، ببساطة لو حضرتك عايز عضلاتك تقوى، هتمسكي بالونة وتحركيها كده مثلا، ولا عايزة حديد وعرق وتعب وتجري، مش كده ولا ايه؟ اذا بدون الضيقات وبدون الظروف الصعبة لن يصنع مني رجلا، ده امر لازم ناخد بالنا منه.
طيب. ونفرح بيه وناخده بروح، عايز اقول ايه، روح معنويه عاليه. يعني يا خبر الضيقات جت، الظروف صعبه جت، يا خبر ابيض هعمل ايه، الدنيا لا، لازم اخد الامر بطريقه زي ما بيقول ايه، روح القيامه، روح من اقام يسوع. انا اعرف ان بعد كل موت في قيامه، بعد كل ليل في صبح، هذه التحديات تصنع مني صلبا قويا ثابتا. ايوه انا ايدي في ايدك يا رب، ده الروح اللي انا روح وسابه، روح هتقاوم، مش بننكر في ضيق، بس الضيق سيصنع مني رجلا حسب مفهوم الله. تمام، ما هو النظره اللي حضرتك بتقدمها لنا، لو انا ليا هذه النظره الدنيا فعلا هتختلف، انه الضيقات هتيجي كده كده. تمام، بس انا بقى لانه انا ايدي في ايد الهي، نقدر نقول ايده في ايدي اكتر، صح، فهنقدر نعدي مع بعض، وهيصنع من خلال ده فيا رجلا. برافو، انا معاكي جدا في هذا الكلام. طيب جميل، خليني بقى اقول لك بقى ايه هتبلور الموضوع وتاخدنا النقطه. في كورنثوس الاولى اصحاح 16 13 يقول اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقوا. بص الكلام جاي ازاي، اسهروا يبقى في يقظه، اثبتوا بنقول ان الثبات هو معنى من معاني الرجوله الروحيه، كونوا رجالا بنتكلم عليها دي، روح القيامه تصنع فينا رجالا تقوا. الله، يا زي يكون جرحات كده الواحد لما يقراها ويكون الروح القدس جوه قلبه يحس انه مش بيسمع ايه ومش بيقرا، يحس قوه ورا قوه ورا قوه، كان شحنه روحيه كده بياخدها يقدر يواجه بيه. اذا الثبات ونتكلم عنه، ويقول لك راسخين يعني ثابتين بقوه، احدى معالم الرجوله الروحيه، وفكره ان هذا الثبات يكون عميق جوانا. خليني اتكلمك شويه عن الثبات او الرسوخ في الايمان، حاجه راسخه في الايمان. يبقى اثبتوا يعني احنا بنتكلم كده ازاي انه بشكل عملي، لو انا في ضيق الضيقه دي تخرج مني او تساعدني اني ابقى رجل. بالظبط، فهنتكلم انه الثبات في الايمان او الرسوخ في الايمان دي حاجه بتساعدني في ده. تمام، صح، وده اختيار. يعني احكي اختبار، احكي حد من الخدام بمناسبه ظروف كورونا، هو ليه ثلاث مصادر من الدخل، عنده اتوبيس رحلات بيأجره في شركه بسيطه، ما فيش كورونا، ما فيش رحلات، ما فيش اتوبيس. طب الاتوبيس ده مش عايز مرتب للسواق، حاضر، مش عايز مصاريف، حاضر، مش عايز جراج، حاضر، مش عايز تراخيص، يبقى بنصرف وما بندخلش، شيء جميل. عنده اتوبيس صغير بيعمل بيه دورات مدارس، ما فيش حد بيروح مدارس. ماشي، بيشتغل في شركه قطاع خاص تاثرت بظروف كورونا، يعني الثلاث ابواب بتوع الرزق اتقفلوا بيد كورونا باب ورا باب. بصي انا هقرا لك اللي قاله، يعني انا بقول لك ايه، اكتر شيء مفرحني في الازمه دي، اهو في دقيقه ولا مش في دقيقه، في دقيقه مش قليله، واللي المفروض لو حد من اللي بيحب يولول يقول له طب يا رب اقفل باب وسيب اتنين، او اقفل اتنين وسيب واحد. طب هو ربنا اللي جاب كورونا يعني؟ لا، بس الثلاث ابواب اللي فيهم مصدر دخل تاثروا بكورونا. هل القصه دي تخص اخونا لوحده؟ تخص كثيرين كتير قوي. انا بقى ممكن اخدها بالمفهوم الثاني، ليه يا رب يحصل معايا كده؟ انت مش وعدت بحمايتي؟ طب يا رب اقفل باب وافتح اتنين، كل احتياجاتي دي معدت او مع حق فيها، بس ما وعدش انه يمنع الضيقات. اقري الكلام. اتفضل. الازمه دي اكتر شيء مفرحني في الازمه دي ان عندي سلام. لما الضغوط بتزيد اقول للرب انت راعي، كمان اردد في داخلي واقول الله الذي رعاني منذ وجودي الى الان هو يرعاني. هو بيعمل ايه؟ هو هنا بيفتكر، قفل على ابليس الباب اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، انه ينسيني ان ورا كل دقيقه في قيامه. برافو، هي دي مفاعيل القيامه. خلي بالك مفاعيل القيامه او روح القيامه، اذكر يا اسرائيل اجت الرب معك، يقول ايه؟ الله الذي رعاني، دي اللي قالها يعقوب على مصر، منذ وجودي الى الان هو يرعاني في القادم. بيقول لك اول ما الدنيا تزنق اقول له يا رب مدي ايدك، يبعت لي فلوس بطرق غريبة، مرة فلوس كانت ناقصة في الشغل وكنت ناسيها، مرة تيجي رحلة كده أو زيارة أو حاجة، الأتوبيس يشتغل ويجيب رزق. أكتر حاجة ربنا عملها الوقت ده إن ولادي الاتنين رغم إنهم طلبة اشتغلوا وشالوا حمل نفسهم، أنا مش حاسس إن ناقصني حاجة. بيقول في الآخر ليك كل المجد والإكرام، الرب رعية فلا يعوزني شيء. كان ممكن تبقى مندبة ومحزنة طبعا، ويصعب عليا من ربنا وليه يا رب عملت، هو انت اللي جبت كورونا، هو انت اللي وقفت العربيه. طريقه التفكير السلبيه اللي ابليس كان بيحطها في ذهننا كان ممكن تقضي عليه نفسيا، غير الخساره الماديه.
فدي زي بقول دي روح القيامة اللي بتصنع الرجولة بالروح، سواء بنت أو سواء راجل أو امرأة، ثابت قوي بإلهه، تقوى بالرب في شدة قوته، إثباته إيه، كونوا رجالا إيه، تقوى. يعني كونوا رجالا هنا، أنا أسفة بس أطلع. كونوا رجالا هنا خلاه يقدر يعدي الأزمة دي اللي جايز لو حد غيره، لو أنا كنت مكانه جايز أنا كنت خرط، لا خليته هو قادر يعديها بقوة وعدها بنصرة وعدها من غير احتياج. الله، وهنا ليه برضو عدها من غير احتياج؟ مش المرة اللي فاتت أنا لما ما شكرتش ربنا زعل وما ادانيش، مش ده، مش ده ربنا. هو المرة اللي فاتت لما ما شكرتش إيماني كان ضعيف، العطية كانت جاية وأنا ما رحتش استلمتها بسبب ضعف إيمان، أنا ما رحتش ده كنت عايزها. هو ما بيروحوش كده، ده حسب إيمانك يكون، حسب إيمانك يكون. لكن المرة التانية لما ذكرت القيامة وقلت يا رب انت اللي كنت معايا وانت اللي رعيتني منذ وجودي، ده كل ده، ده اقول شيء قيم جدا اني اتذكر تعاملات الله معايا، شيء قيم ما انساهوش، خساره انه يضيع مني وما افتكرهاش بدماغي. اكتب التفاصيل لان التفاصيل بتفرق مع كل اختبار عظيم، اكتبه، ما تكتفيش حتى لو ذاكرتك كويسه، الذاكره بتفتكر جزء من كل، لكن لما انت بتكتب بتفرق والتفاصيل وساعتها وقبليها بساعتين ربنا بعت المبلغ بالظبط. طب ليه بعته بالظبط؟ عشان يقول لي انا جنبك وموجود. طب كل مره عمل ايه؟ والتفاصيل بتفرق معاك وتدي لك لمسه الحب، الرعايه، الاهتمام، التدخل الالهي، انها مش صدفه، ده انا اللي بعت. فقصدي اقول لك افتكر انك تكتب التفاصيل. فأخونا ده عدى في الكلام اللي احنا بنقوله بالظبط. عايز أشرح يعني إيه راسخ في الإيمان ويعني إيه قوي فكرة الشجرة، يمكن شجرة. يمكن ده يوضح لنا الموضوع شوية. الشجرة لو جذورها غير راسخة، يعني مش داخلة تحت، مش بتوصل لتحت، وجت ريح عاصفة، ممكن تعمل إيه في الشجرة دي؟ هتشلها، تخلعها. لسه ليه قرايب في أمريكا بيقولوا من مدة أسبوعين صحيوا لقوا الشجرة اللي في البيت في الباك يارد مخلوعة من كتر العواصف. وبتقول ربنا سطر علينا الشجرة دي، لو كانت طرشت في الإزاز كانت تشتشت كل. الحمد لله أنها راحت الناحية التانية. طيب إيه تاني خطورة أن الشجرة دي ما تبقاش راسخة؟ أن كل ما تديها مية تعيش وكل ما تقطع منها المية تموت. طيب لما تدخل تحت بتوصل للمية العميقة اللي دائمة الجريان، عارفة ان في كل ما تنزلي تحت في طبقة تحت فيها شيء من المياه الدائمة التوارد. الله، يعني معنى كده ان كونوا راسخين يعني فيها مقاومة للعدو، وفيها قوة كمان لاني احصل على الغذاء اليومي باستمرار، يعني كونكتد، يعني متصل بمياه الحياة الابدية. طب ده مهم لحياتي جدا ومهم لولادي قوي. ليه؟ لأن الأيام دي في رياح عاصفة كثيرة على أولادنا، إلحاد، إباحية، كحوليات، مخدرات، علاقات، وكله تحت بند عادي عادي عادي، نت مفتوحة وسكرينز تمتلئ بالشر، المية جامدة قوي، وإحنا بنقول إن ده شيء إحنا لينا دور فيه. خليني أحكي لك حكاية يمكن هفهم منها يعني إيه أكون راسخ. شعب الله بعد ما خرج مع موسى لف ناحية الشرق وكان هيدخل أرض الموعد عن طريق إيه؟ عن طريق نهر الأردن. يمكن إخواتنا عاملين رسمة جميلة في فريق الإعداد إزاي نهر الأردن ده يمكن إن إحنا نتعامل معه. كان مفروض إن هم يعبروا نهر الأردن. نهر الأردن ممكن نجيب صورة كده معايا، ما عرفش نقدر نجيبها ولا لا. هل نقدر نشوف الصورة؟ هل ممكن ناخد الصورة؟ نهر الأردن من أنهار العجيبة جدا. بينمع من فوق جبال لبنان في حتة اسمها حصبية في لبنان، ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض 1700 قدم، مستوى سطح البحر 1700 قدم. بتنزل بانحدار شديد لغاية بحيرة الجليل اللي رب المجد يسوع عمل فيها المعجزات، 685 قدم بتالي تحت مستوى البحر، وتصب فين؟ في البحر الميت 1275 قدم تحت مستوى سطح البحر. فلو حسبنا من أعلى نقطة لأقل نقطة نلقى تقريبا حوالي 3000 قدم، يعني بالتقريب حوالي 1000 متر، كيلو متر المية. شوف من كيلو متر المية لو مترين ثلاثة تلقي فيها شدة مية. المية دي لما بتندفع ما فيش حد بيقف قصادها،
اكيد طبعا. انت بتشوفي السنامو ده ايه؟ ده ميه مندفعه بتاكل في وشها اي حاجه. ايه اللي حصل؟ ان كانوا هيعبروا نهر الاردن امتى؟ في وقت ذروه نهر الاردن. ذروه نهر الاردن غير نهر النيل، نهر النيل ما بتنزل في الحبشه في الصيف بيجي، هما بيبقوا في الشهر ده اللي هو فيه اعتقد شهر نيسان بيدوب الجليد اللي فوق جبال لبنان وينزل بانهمار شديد جدا. ما انت شايفه السلوب؟ نرجع تاني للصوره. بص بص ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ميه نازله بشده جامده جدا وبانحدار شديد جدا، كويس قوي. وفي وقت ايه؟ في وقت الفيضان. يقول لك الاردن ممتلئ لكل شطوطه. الاردن طبيعته بيبقى في المنطقه اللي عبروا فيها حوالي 50 قدم، وقت الفيضان بيبقى 100 قدم، معنى كده الميه عليت وعرضت وبتحجج كبيره قوي قوي قوي. ما هو انحدار شديد وكميه ميه كبيره. تعالي بقى نبص المنظر الثاني ده بعد اذنكم اذا كانوا يقدروا يجوا. يعني الميه اهي شايفه ازاي؟ شايفه الميه ازاي؟ شايفه الميه ازاي؟ اهي 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 تقف كده حيطه. طب والاندفاع الشديد اللي نازل من فوق ده مين يوقفه؟ هو مين يقدر يوقف ميه كده؟ لو كانوا يعرفوا يوقفوها كانوا رحموا نفسهم من التسونامي والاعاصير اللي بتبهدل البلاد. مين اللي يقدر يوقف الميه كده حائط كده صائب؟ وخلي بالك ده غير بحر احمر، بحر احمر كانوا وقفوا يمين وشمال، يعني مش محتاجين لشمال ليه؟ عشان الانحدار الشديد المايه الناحيه الثانيه جريت انحدار شديد، مش محتاجه اوقفها بقى خالص، غير ايه؟ بحر الاحمر كان مايه هنا ومايه هنا بنفس الليفل. بس مين يقدر يوقف هذا الانحدار الشديد اللي فيه في الاردن ممتلئ الى كل الشطوط؟ خلاص؟ عرفنا القصه؟ تعالوا نبص بقى في الكتاب المقدس يقول ايه؟ الكتاب المقدس بيتكلم على فكره غريبه قوي، هقراها لك. في يشوع 3:17 بيقول لك فوقف الكهنة حاملي تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين. أدي كلمة راسخين، يعني أنتوا عارفين المية من هنا ومن هنا؟ المية من هنا؟ لا ما هنا، لا من بس هنا من هنا من هنا بس، بس منظرها مرعب. يعني لو واحد بص كده يقول لا مش عايز أبص، مية جاية بارتفاع بانحدار شديد والأردن ممتلئ إلى كل شطوطه، واللي هيقف قصادي همسحه، مش هغرقه، همسحه من الوجود. كلنا شفنا صور تسونامي في ارتفاع المياه اللي بتاكل قصادها عمارات وعربيات تطيرها وبشر تاكلهم في الميه، مفيش حاجه تقف قصادها. بس وقف الكهنه حامله تابوت عهد الرب على اليابس وسط الاردن راسخين. مين الكهنه دول؟ انا بتصور انه احنا كاولاد ربنا اللي بنقف قصاد انحدار المياه الشديده عشاننا وعشان اولادنا. لو انت حاسس ان ابنك بيتعرض لهذا الاردن المندفع جدا، كلمه اردن يعني مندفع جدا 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 بهذا الانحدار الشديد، طبيعه شغله وطبيعه حياته وطبيعه وجوده على الانترنت، الصداقات، زمايله في الجامعه، زمايله في الشغل، مش هتقدر تحط ابنك في البيت وتقفل عليه. طب امام هذا الانحدار الشديد محتاج ايه؟ محتاج اباء يعملوا زي الكهنه العظماء دول، وقفوا ايه؟ راسخين. بس بص الاشاره الروحيه الجميله، أم ربنا يقول لي يا شواء إيه؟ اختار واحد من كل صف. ليه يا رب؟ عشان يجي جنب رجلين الكهنة اللي رجليهم راسخة وياخد حجر. ليه يا رب برضو؟ عشان ولادكم بكرة وبعده أنتوا حاطين إيه الحجارة دي؟ يقول له بص كده يقول لك إيه؟ وأمرهم قائلين احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة، عشان نبقى فاهمين، 12 حجر. وبعدين يا رب نعمل بيه ولكي تكون هذه علامة في وسطكم إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم هذا الحجار تقولون لهم إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب عند عبور الأردن انفلقت. يعني عايز يقول لي إيه؟ اختبار الثبات اللي أنت بتعيشه في حياتك هينتقل لأولادك لما يشوفوا ويسألوك أنت جبت الثبات ده منين؟ انت جبت الوقفة دي منين؟ انت لما سمعت الخبر ده يا بابا كنت شايفك ثابت، المحامي قال لك شابوه، انت ازاي قادر تبقى ثابت كده؟ ده انا يعني لو اي موكل ليا كان خد الباسبور بتاعه وسافر، انت معرض للسجن، ازاي وقفت كده؟ ابنك بيشوف، خلي بالك، وامام ثباتك ده يقف نهر الاردن اللي بينهمر عليه. لكن لو انا مش ثابت ازاي هوقف نهر الاردن؟ ازاي نهر الاردن المنحدر بشده اللي ممكن يكتسح ولادنا ما يلقاش رجال الله وسيدات الله راسخين في نهر الاردن؟
طيب هي دي فكرة مهمة جدا، بس أنا عايزة أسأل فيها شوية. بس خليني الأول يعني أستوعبها وأكدها، إنه أنا كأب وأم مش بس إنه أنا لحياتي أنا محتاج هذه الرجولة الروحية، لكن أنا ثباتي في الإيمان وثباتي رسوخي في الإيمان ده هيكون ليه مردود كمان على أولادي، مردود ضخم لإنقاذهم وتوقيف نهر الأردن. طيب بشكل عام يعني إيماني بشكل عام، زي مثلا الأخ اللي اتكلم ده أو اللي حكى إنه في ظروف صعبة أنا كنت ثابت، بالظبط ده يقف قدام كل التحديات اللي جاي عليهم يعني، ولا الأمر ممكن يكون مرتبط بالتحديات؟ حضرتك فاهم قصدي؟ فاهم السؤال. بس هو الله عشان مسؤول عني وولادي بيصنع خطة عظيمة لحياتي ويثبتني في الأمور اللي أنا محتاج لها واللي هيكون لها صدى كمان على أولادي. فاهم قصدي؟ يعني ابني محتاج يشوفني مثلا أني معاه كنت في حفلة وبعد كده جت فقرة فقرة راقصة وشافني ازاي بتعامل مع المناظر المعسرة دي، مش بختلف النظر، مش بنظر أي نظرات، شافني بأمانة وبإخلاص بعمل ايه. لقطة هتفرق معاه كتير. أنا مش همثلها، أنا هعملها لأني عندي أقدامي راسخة، لأن في صوت يوسف جواه بيقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب، في صوت أيوب بيرن جواه بيقول عهدا قطعت العينين فكيف أتطلع إلى عذراء. ابني بيلاحظ وبيشوف وبيفهم يمكن أكتر ما نتخيل، ابني وبنتي. بس ده بينعكس وينطرح جواه في معنى جديد والثبات، وبكرة وبعده هيقف هيقول نفس الكلام من غير ما نقوله، لأن أنا وقفت ورجلي كانت راسخة، كانت واقفة تحت ومش خايفة من انحدار رهيب ومن منظر المية اللي على ارتفاعات زي ما شفنا كده، ومنظر فعلا يعني مرعب فعلا. بطرس لما شافه في هيجان البحر اهتز. لكن أنا عندي النهاردة روح القيامة ما كانتش عند بطرس، أنا النهاردة واخد سر الميرون والكنيسة سلمتني الروح القدس ومالي كياني ومالي حياتي روح القوة، لأن روح القدس بيحبني وساكت جوايا وبيكلمني كلام محدش يقدر يكلمهوني غيره، وبيقول لي أنا عارف أنك ممكن تتهز وأقدر أخليك ما تتهزش، أنا عارف أن في ضعف وأنا أقدر أقف معاك، أنا عارف أن في حرب من العدو وأنا أقدر أثبتك وأقويك وأخليك راسخ. يلا حط إيدك في إيدي، يلا نمد إيدينا مع بعض، يلا خلينا نكون راسخين في الإيمان لينا ولولادنا كمان. أمين أمين. فيعني نكون راسخين في الإيمان ده بثباتي بانه انا بفتكر اجاده الرب معايا، بانه انا بفتكر وده قرار جوايا انه انا هثبت فيك بالزبط. مهما كانت الضغوط اللي جايه عليا. صح، وليا قوه خاصه. اسمحي لي اشارك باختبار بايام كورونا. واحده من الخادمات بتقول عايز احكي لكم اختبار لما بنتي تعبت وطلعت نتيجه التحاليل كورونا شديده الخطوره، وهي بنتي الوحيده ومناعتها ضعيفه. بيقول انهارت لما سمعت كده وقعدت اعيط، وإبليس حاصرني بالمخاوف والأفكار الوحشة. قعدت قصاد ربنا والتجأت ليه. بص بقى إيه رايح بقى إيه، مش رايح أعيط، رايح أستنجد بيه. وقلت له يا رب أنا محتاج إن أنا أتواصل معاك وأكلمك. قريت في قراياتي لقيت الشاب بتاع أستير، ولقيت الحتة بتاعت لما الملك مد إليها صور الذهب وأمر بعدم فناء شعبها، وطرحت مخاوفي أمام الله. شو استمدت بقى من الوعد ده قوة، طرحت مخاوفي أمام الله، حسيت انه بيرد عليا. اخترت انحاز لابويا وقلت له انا مش هقدر احبها زي حبك، هي بنتك مسؤوليتك انت وانا مطمنه لك. تمسكت بربنا، طلبت ادخل في عمق الايمان عشان ما ارجعش الخوف والهلع. هي هتقعد فتره بتتعالج طبعا. انا لو عشت منهاره قصادها هي هتلاحظ كده معنوياتها تنخفض طبعا، قد يكون ده طبعا من الناحيه الطبيه ضرر شديد عنها طبعا. وما رجعش الرب عدى بيا بإعجاز ورفع راسي بعد ما خفت. الدكتور قال قبل كده كان قال احتمال تكمل على علاج بكورتيزون، لكن لما خفت قال دي شبه معجزة، مفيش أي أثر، مفيش أي حاجة، رغم أن الأشعة كانت في الأول فيها ملاحظات كل ده اختفى. وصلوات إخواتي معايا ساعدوني، رفعت راسي وعديت الوقت ده مرفوعة الراس. أنا كنت راسخ في الإيمان، ثباتي اتنقل لولادي. ممكن انا بنتي عيط ماما منهاره وبتعيط وبابا مخضوض ومرعوب ومهزوز، احنا عايزين نوري بنتنا ان احنا بنحبها. انت بتبعت مع رساله الحب رساله خوف وشك وضعف وعدم ايمان.
انا عايز اشوفك يا بابا بتحبني، وعايز اشوفك راسخ، عايز استمد من شجاعتك شجاعه. أيوة. عايز استمد يا ماما من شجاعتك شجاع، عايز اشوفك قصاد نهر الاردن بطل عشان انا كمان اقدر اقاوم واقدر انتصر. انا محتاج ان اقدامي تبقى زي الكهنه اللي كانت راسخه وشايله ايه تابوت عهد الرب، وعود الرب انا شايل على كتافي، وعود الرب مشدداني، او زي ما حصل هنا كلمات الرهان، انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، ها انا معكم ايدي في ايدك ما تخافش، وقفتي معاك روح القدس يتكلم جوه كل قلوبنا كلام الايمان وكلام الثقه، ما تخافش مش هسيبك، انا لن اتركك ولا لحظه، هتعبر وهتعدي دقيقه بس انا مش هسيبك ولا لحظه فيها، هنعدي وهننتصر، كلام بيملا كياني، بختار ان رجليا تكون راسخه واعبر. امين. فاحنا وعود الله وكلماته وثقتي فيه هتخلي اقدامي راسخه ثابتة في الإيمان وقت الضيقة. تمام. في شيء تاني ممكن يثبتني، اللي هي الوعود الكتابية بالأجرة الصالحة. الوعود الكتابية بالأجرة الصالحة، يعني الله وعدني أن في سرور موضوع أمامي، أن في بركات لأولاد الله، أن مثلا لما قال كده هيكون ضيق وهيكون متاعب، طوبى لكم كذا وكذا، لأن أجركم عظيم في ملكوت السماوات، لأن أمركم عظيم في ملكوت السماوات. دي حاجة الواحد لما بيشوفها وبياخد باله منها بتشدد إيمانه، تخليه أكثر رسوخا. مش ظروفه عدت، في مكاسب سماوية وأرضية أيضا، في مكافآت إلهية، في رجاء جميل بيشجعني أني أعبر وقت الضيق لسرور موضوع أمامي. هأكون أكثر قوة، ولادي هيتثبتوا أكثر، نعمة سماوية تحيط بيا، في وعود ببركات سماوية وأرضية هتأتي إلي. خليني أشارك بآية توضح الموضوع. في كولوسي بيقول إذ ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل. رحمن إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل، مش عن الإنجيل، في فرق بين رجاء الإنجيل والإنجيل. يعني الإنجيل يصنع رجاء، رجاء يعني إيه؟ شيء مستقبلي، ما تخافش، في أجرة صالحة، طوبى لكم لأنه كذا وكذا، في بركات تنتظرك بعد عبور الدقيقة، بعد كل دقيقة في مكافآت سماوية، نقلة، تغيير، إضافة، بركات، عطايا، شيء بينتظرك. عشان كده رب المجد يسوع حتى نفسه كمثال لنا يقول لك من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. ففكرة اللي بيشددني أكتر مش اليأس وهدي أو هتعدي، لا، في بركة بعدها، في رجاء الإنجيل بعدها، في سرور موضوع بعدها، بعد كل دقيقة مش بس نهار، بركات سماوية وتعضيضات، سواء تغيير لحياتي، سواء بركة لبيتي، سواء بركات روحية مادية معنوية أدبية نفسية ليا ولبيتي. الدقيقات زي زمان كانت حروب وبعد كده كان في غنائم أو بركات بتأتي. أيوة. ففي سرور موضوع، يقول لك ايه؟ ان ثبتتم على الايمان متاسسين، بصي، وراسخين، بصي، وغير منتقلين ايه؟ عن رجاء الانجيل. دايما باستمرار مدرك ان بعد دقيقات في مكافآت سماويه وبركات تنتظر. طيب ثواني، يعني انا لو انا في اي دقيقه انا بعدي فيها اتوقع اوكي انا هعديها وربنا معايا، وهعديها عشان اعديها بنصرة وربنا معايا واقدر قادر استلم كل النعمة اللي ليا، فانا هكون قافل على ابليس باب انه موضوع النسيان انا مش هنسى. فكمان انه ابقى متوقع بركات، يعني كل دقيقة ليها بركة، وحالك تتكلم على بركات سماوية سماوية أرضية، طالما الدقيقة لم تصنعها يدي فتأتي بركات سماوية، وده وعود الله لينا ان طوبى لكم اذا كذا فهيكون كذا، طوبى لكم اذا كذا هيكون كذا، ده وعود الله الصريح. لكن انا عايز اوضح ان في دقيقات قد تصنعها يدي. انا اللي بلخبط، ما اعتقدش ان دي ليها نفس الوعود. طيب. ولو اني لو التجأت لله بعد ما بوظت الدنيا بيصحح الامر ويحول حتى الدقيقه لخيري، لانه اب حنون. أي. مش بس قاضي صالح لكن اب حنون في مبتدا الحدث. ففكرة ان يبقى في رجاء الانجيل والسرور الموضوع امامي بتخليني اعبر الدقيقة وانا راسخ وثابت. امين. طب لو انا الرجاء ده مش واضح قدامي محتاج لكلمة الله، محتاج ان انا اشوف كلمات الله ووعوده اللي بيبعتها لي، وهو لما بيبعت لي يقول لي ما تخافش عدي وانا هكافئك، ما تخافش، زي ابنك بالظبط، في امتحانات وفي زنقة، خلاص بعد الامتحانات في بركة كذا، في مكافأة كذا، في عطية كذا،
الولد بيقعد يشتغل ويذاكر عشان في سرور موضوع قصاده. الله بيبعت لي الوعود دي بس خليني انتبه ليها، بيبعت لي الكلام الكتابي ده وجوه قلبي بيؤكده ومن التعليم الكتابي بيوضحه، بس انا التفت اليه واخد بالي منه. خلف كل ضيقة ليس فجرا فقط ولكن عطايا وبركات سماوية. امين. يعني انا ده اليقين اللي جوايا، واتوقع انه الله هيكلمني في وسط الضيقه، يفهمني، يديني، يشجعني بشكل ما، يقول لي ايه البركه اللي ليا من ورا الضيقه دي فاقدر اعبر بشكل افضل. بس حلو ان لما يكلمني اخد بالي، لان بكلم حد في مره بقول له ده الرب قال كده انه في بركات الهيه وفي عطايا الهيه، قال لا 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 انا علاقتي بربنا ما فيش الكلام ده، انا ما بحبش بيني وبين ربنا يبقى كانه يعني بشتغل عشان ربنا يديني حاجه، انا زي ابويا واشتغل معاه ما اخدش منه حاجه. فاهم قصدي؟ يعني مش مستكتر ان يبقى ابويا بيكافئني كاني مستني يعني منه وراه حاجه. انا انسان ضعيف ولازم اكون متواضع شويه واقول ان السرور الموضوع امامي بيشجعني، بيزيد من معنوياتي، بيخليني اكثر رسوخا في الايمان. وكل رجال الله القديسين كان قصادهم سرور، زي موسى النبي غير خائف من غضب الملك كان بيتشدد، وزي يشوع الأحداث الروحية والحاجات الحلوة اللي ربنا يعملها كان بيتشجع. رب المجد يسوع كإنسان يقولك من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. صحيح السرور ما كانش شخصي، كان خلصنا وده كان بالنسبة له حاجة كبيرة، لكن كل الحاجات دي تحط في ذهني أن الله يتعامل معايا بالتشجيعات وبالمكافآت وبالانتصارات وبالبركات والعطايا، وده رجاء الإنجيل مش مجرد الإنجيل. أمين. والرجاء ده أمر مستقبلي أنا بتوقعه بالإيمان. صح. وفي عطايا روحية، في عطايا سماوية هتحصل في السماء، وفي عطايا أرضية، وفي بركات زي أي أب زي ما شرحت بيشجع ابنه أنه يتخطى امتحان وظروف صعبة. أمين. حاجة كمان تفضل. كثرة الخدمة في وقت الضيقات وقبلها تعطي ثبات روحي وتعطي رسوخ. اشرح لك. طب طب استاذن حضرتك تفضلي. احنا معانا بس اتصال قبل ما ندخل في النقطه الثالثه. اتفضلي. طيب انا اسفه، هو الاتصال قطع، ممكن نرجع تاني. حضرتك إيه؟ بتتكلم انه في خطوه ثالثه. في يعني حاجات بتساعدني على الرسوخ. اذا يا اخواتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. مكثرين في عمل الرب كل حين. هقولها مرة تانية. كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. مرة بكلم حد من الخدام بقول له يلا ده في مؤتمر طالع وانزل معانا واخدم، قال لي أنا في ظروف مش بتاعت خدمة، أنا في ظروف ضعف. قلت له ده أحلى وقت تخدم فيه، الزيتونة وهي مهروسة تجيب زيت أكتر. لا لا أنا مش في المود. قلت له أبدا، صدقني لما تخرج وتخدم هتلاقي انك انت كمان اتغيرت. طالما بتخدم تحت يد الله مش بتخدم يعني خدمه بذاتيه، تلاقي ان بركه الخدمه جت في حياتك. احكي لك اختبار قالته واحده من الخادمات، بتقول اتعرفت على ربنا وسلمت حياتي وانا في ثانوي، وكان نار الغيره على النفوس ملت حياتي. كنت بخدم في الحصص بتاعه الدين بتكليف من المدرسات، وكل يوم عمل فردي مع عدد كبير من البنات. كان وقت عمل عظيم واخبار مفرحه وناس كتير بتتوب، ولكن تزامن معها ضغط رهيب. المدرسة خدت بالها والمديرة ندهتني وعملوا لي تحقيق وتعليمات مشددة وممنوع أعمل اجتماعات، وخدوا إجراءات ضدي وجابوا ولي أمري وكتبوه، عارفة بقى أنا كان بتخدم مسيحيين بس يعني. وجابوا ولي أمري وخدوا تعهد أنه ما يعملش أني أنا ما أعملش كده تاني، ولكن بسبب روعة عمل الله نسيت كل الكلام ده واستمرت في العمل. وعايز اقول لكم ان الله كان بيدي شجاعه وقوه وثبات اكتر بكتير مع وجود التحديات والصعوبات. واللي عايز اقوله ان الايام دي كانت بركه الخدمه اللي فيها لحياتي اكتر من بركه الخدمه الاخرين، لانها رسخت حاجات في حياتي انا كمان استمرت معايا سنين. يعني وقت الضيقات نخدم اكتر ونكسر في عمل الله اكتر، وهتشوف البركة واختبرها. وده كلام الرب مش كلامي أنا، على لسان القديس بولس. نكسر في عمل الرب وده هيخلي رسوخ في الإيمان. يعني حاجة من اللي بتساعدني جدا أني أبقى ثابتة وقت الضيق أني أخدم وأني أتحرك في خدمة الله. وبكثرة مكسرين. وبكثرة مكسرين. الواحد بيبقى ساعات يعني خليني بس فعلا زي ما الأخت دي قالت، أحيانا واحد محبط وحاسس أن قوته مش عايز أقول مستنزفة، لكن يعني كأنه بيبقى عايز يركز كل الطاقة الروحية اللي جواه أنه إزاي أعدي الوقت الصعب ده.
ده مش ده المطلوب. انا لازم اعديه فوقي مش هعديه تحتي. انا هعبره وانا ابقى فوق ومش تحت. وزي ما بولس الرسول عرف كده، حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. تذكري برضو، تذكري حضرتك وكل السادة المشاهدين اللي بيخدموا الرب، ان في اصعب اوقات الضعف بتبقى احلى الخدمات واقواها تأثير. في اكتر اوقات الضعف اللي انا مضغوط فيها تبقى اقوى الخدمات. حينما انا ضعيف في حينئذ انا قوي. ليه؟ لاني ببقى رايح اقول له انا ما عنديش حاجة وانا ما سويش حاجة، بس انت كل حاجة. فالنعمة بتبقى غمرة ووفرة وكثيرة. فما ما تنزعجش من الامر ده، بل بالعكس بقى مكسرين في عمل الرب كل حين يديلك رسوخ في الايمان، لان الروح القدس هو بيبارك الناس، مش هيعدي عليك ويسيبك فاضي. مش هيعدي ويسيبك فاضي. ايوه امين امين امين. فالعمل في كرم الله ده بيساعدني انه تبقى اقدامي دايما راسخه في الايمان. بالظبط. اقول اختبار تاني قالت واحده من الخادمات، بتقول ايه؟ في ظروف كانت بتهدد وحد من ولادي انه هيضيع. في الوقت حسيت ان ايماني بيتسرق واني بخور وكان صلواتي كلها ما كانش ليها تاثير. وقتها الرب بعت جمله، ليه ما تسلميش حياتك كمان مع الروح القدس زي ما سلمتيها للرب يسوع؟ قالت كانت فكره جديده، بس زي ما تكون ميه وراوت حياتي، وحسيت ان بنفتح على الروح القدس انفتاح جديد. صليت للروح وطلبت دخوله في حياتي، وانه زي ما يكون ميه تدخل لقلبي. اول ما فتحت قلبي لقيت ان انا بدل ما استسلم من الامر الواقع قمت تاني وابتديت اصلي بقوه تانيه واطلب الرب بشكل تاني، وحملت جات لي افكار جديده تساعد ولادي، وفي نفس الوقت بدل ما اخور اتسعت الخدمه واتجاوبت جدا مع كده، وكانت سبب تشدد ليا انا كمان سبب خير لاولادي. معلش سوري، كانت النقله فين في انها طلبت سكيب الروح القدس او انها أهم حياتها؟ انا مش هتقبل الرضوخ من الامر الواقع، هي دي اول نقله. اني هتنقل من حته لحته، مش هقبل اني ابقى على الارض زي ما بنقول. وطلبت ان تنفتح على الروح القدس. احنا بنتكلم النهارده عن روح القيامه. روح قوه، مش روح انحنى، مش روح ضعف، مش روح نوش في الارض. روح انا مرفوع، انا متشدد، انا ابن القيامه، انا مش ابن الموت. لم تنتهي الكتب المقدسه بموت رب المجد يسوع. الاناجيل ما خلصتش ان رب المجد يسوع مات يا احبائي. بولس الرسول بيقول لو كانش المسيح قام يبقى كرازتنا باطله، مش بس في المفهوم اللاهوتي والمفهوم الروحي، المفهوم الانساني. ما ينفعش ان تنتهي قصه بموت رب المجد يسوع، رغم انه ده شيء عظيم لموت الخطيه واثرها على حياتي. لكن القيامه امر حتمي ولازم اعيشه بالبركه دي والقوه دي، ومسؤوليه تديني قوته ومعونته وتكليفاته. امين امين. عندي حاجه كمان لو كان في وقت. عندنا وقت. في مقاومه العدو شيء مهم في الوضع الاستراتيجي أن يكون راسخ. هقول الآية فقوموه، ده إبليس، راسخين في الإيمان. خليني أشرح لك راسخين يعني واقف ورجليه ثابتة. طب أنا ماسك قوس وسهم واقف عمال أتهز كده، هصيب إيه؟ طب أنا ماسك سيف زي ما بولس الرسول وأنا واقف مقلقز، هحارب إزاي؟ فقوموه راسخين في الإيمان. والحتة الجميلة اللي كنا قلناها، عالمين ان نفس هذه الالام تجري على اخواتكم الذين في العالم. مش المؤمنين بس هم اللي عليهم ضيقات واتعاب، بس انا بقى معايا سلاح ومعايا قوه وعندي رسوخ في الايمان، جذوري راسخه، لي علاقه مع الله عميقه، ما بكتفيش بالايمان السطحي، بتفهم امور الله بعمق، لي علاقه فيها دخول لاعماق ورسوخ في الحياه. احكي اختبار بمناسبه أتفضل. كورونا، انا عارف الوقت أتفضل. بيجري. لا اتفضل، ما عندنا وقت. بتقول ايه؟ انا جوزي جات له كورونا، ولكن هو كان خد المص الواقي فجات له باعراض بسيطه جدا. فاول ما حسيت ان انا تعديت منه قلت خلاص هيبقى زي وهو حرارته ما بتزيدش وكحه بسيطه والدنيا هتعدي. اول يوم الحركه 37 وثلاث شرط قلت مش مشكله. وبعدين 7 و5 شرط قلت برضه مش هيجري حاجه. وبعدين هتحكيها بطريقه لطيفه جدا. وسبع شرط قلت زي بعضه، وبعدين 38 ابتدت بقى لا كده الامر اختلف اكيد. مش هتزيد عن كده. وبعدين 38.5 وبقيت احس ان انا بقيت اخطرف ومش قادر اجمع. بس بص هتقول ايه؟ بس قلت له يا رب انت صالح الى الابد رحمتك، اي حاجه هتحصل هتفضل انت صالح الى الابد رحمتك. بص بقى التشدد بالرب اللي احنا
بص الرسوخ في الإيمان بتقول أصل أنت صالح دي ربنا علمها لي في شهور وسنين فاتت فنفعتني في الوقت. بتقول أول ما ابتديت أصلي بالطريقة دي ابتدت الأدوية اللي مش جايبة نتيجة في تخفيض الحرارة تجيب نتيجة في تخفيض الحرارة. ورغم ان اللي كنت بسمعه من الطبيبة وهو بيتكلم جوزي طرطيش كلام لكن كان بيخوفني لان سمعها بتقول اكسجين وخلي بالك لو نقل لازم تجيب لها ماسك ولا هتودوها المستشفى. فانا عمال اسمع الكلام ده والكلام ده عمال ايه طبعا الطبيب بينبه الزوج علشان لو حصل اي حاجة يتصرف. بيقول كنت بسمع طرطيش كلام وكنت بقول له انت صالح انت صالح انت صالح. بتقول حاجة غريبة جدا اخويا سمع بعت لي حد يديني حقنة مخفضة يعني. الراجل اتصل بيه جوز الأم موجود في مدينة ناصر في ربع ساعة كان جه والدواء كان جه وأخدت الدواء بس مش الدواء هو اللي كابنتي لكن الله العظيم اللي وقفت واخترت أقول له أنت صالح إلى الأبد رحب. رسوخ في الإيمان رسوخ أنا راسخ في الإيمان. الدقيقة ما جاتش نالت مني ولا نالت من إيماني. أمين. أنا راسخ في الإيمان، أنا عندي جذور زي الشجرة وكل يوم بدخل مع ربنا أقول له خلي الإيمان مش سطحي، في الظروف الصعبة الإيمان بيزيد، بيقولوا الشجرة وهي بهزها الريح تبتدي الجذور تتعمق أكثر تتعمق أكثر، واللي سلمه ربنا لأختنا دينك أنت صالح نفعها قوي في الوقت ده اللي أي واحد فينا لو مش راسخ ممكن يتهز. أمين. الحقيقة النهاردة كانت روشتة قوية جدا يا باشمهندس من أول الحلقة من أول النور اللي ابتدينا بيه نتكلم فيه عن موقف الضيقات موقفنا موقف الله لحد ما إزاي نبقى راسخين في الإيمان وإزاي نبقى ثابتين وإزاي نكون رجال في الرب. الحقيقة كانت روشتة رائعة أعتقد إن احنا هنحتاج نصلي بيها. مننساش روح القيامة مننساش روح الذي أقام يسوع ساكنا فينا مننساش أن روح الوثابة دي القوية دي اللي فيها أمل وفيها بكرة وفيها تحدي لازم تملك كياني أعبر بيها وتكون رجلي وأقدامي رسخة في الإيمان. أمين أمين. احنا معنا أختنا رندا نكون بنصلي. تفضل يا رندا. بسم الآب والابن والروح القدس الأمين. مكتوب الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله عند أقبال الصبح. أشكرك لأنك في وسطنا فلن نتزعزع. رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. أشكرك لأنه مكتوب عنك أنك رب الجنود وإنت معانا وملجأنا. أشكرك لأننا ثابتين في صخر الدهور. لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك تستحق أني أثبت فيك وأن جذوري تثبت في شخصك. أنت تستحق أني أطمن ليك. عايز علاقتي بيك تكون مستمرة وعميقة. أختار النهاردة العمق في الإيمان. إيماني بحبك وإني في إيدك وإن بكرة كمان هيكون في إيدك يا أبويا القدير. أشكرك لأنك كشفت لي النهاردة إن الجذور الراسخة هي قوة الشجر في مقاومة الرياح وفي الوصول للمية الدايمة. أنا مشتاقة إن جذوري تكون قوية فيك. مشتاقة إن تكون علاقتي معاك مستمرة كل يوم وادخل إلى العمق معاك. أكشف لك كل اللي جوه قلبي من شك وخوف وقوة كلامك تقويني وتثبتني. عايزة أشهد عنك كل أيام حياتي وأتكلم عن جودك وقفاتك وصلاحك فلا أتزعزع أبدا. يا روح الله القدوس ساعدني النهاردة أبدأ أستلم الثبات من قوة الإيمان والرسوخ في الإيمان بنعمتك الصالحة. بفتح قلبي وفكري والتغيير وبطلب أن أكون راسخة في الإيمان وبثق في الاستجابة من أجل خاطر يسوع ومع ثروات كافة قدسيك في كل المجد. أمين أمين أمين. نشكر جدا يا رندا على صلاتك وبشكر حضرتك جدا يا باشمهندس على كل غنى كان في الحلقة النهاردة. شكرا شكرا جدا. أعزائي المشاهدين قدام الصعاب والتحديات وبيها لينا نكون رجال أقوياء في الرب راسخين في الإيمان. مش هنتراجع لكن هنتمسك بكلمة الله الحية. عنينا على الرجاء ومكافآت السماء. هخدم إلهي بقوة الروح القدس وهفتكر دايما إنه إحنا لينا روح القيامة. ربنا معاكم.